تخللت أعمال مؤتمر مسكونيات حول التغيير المناخي سلسلة لقاءات إعلامية مع المشاركين من باحثين ومتخصصين في مجال البيئة، أوضحوا فيها أن موضوع الخليقة هو من صلب إيماننا، وما يشهده العالم اليوم من ظلم بحق الخليقة يوجب على الكنيسة العمل وإيجاد مبادرات وإعداد حلقات توعوية تجاه موضوع البيئة والعدالة المناخية. مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي نفتخر به هو الذي يجمع كل الكنائس، فتتوحد المبادرة وتأتي من الكنائس مجموعة تحت مظلة مجلس كنائس الشرق الأوسط. ونحن في رابطة الكليات والمعاهد اللاتوية في الشرق الأوسط أتيمة، الكليات التي تتعمق في الدراسة الأكاديمية اللاهوتية، تتعمق في دراسة العهد القديم والعهد الجديد والتعليم الأبائية والنسكية. نحن أيضا من واجبنا أن نساهم على صعيد المجتمع، أن بالموازاة مع الدراسات التي نقوم بها والتعليم وتحضير الأجيال، أيضا أن نقدم إلى المجتمع معلومات مهمة جدا تفيدهم من الناحية الروحية وأيضا من الناحية البيئية لصحتهم وعافيتهم. يعني I think the church has a big role to play in bringing the message about this that we are in this world together, that we have to take care of nature, that it is a gift given to us by God, and that we have a responsibility to protect the nature, to do something about climate change. نحن كل المشكلة اللي عم تصير بزمننا إنه صار في عداء بين الإنسان وبين الخليقة، وهيدا بخربط الصورة كلها سوا. هذا الشيء اللي من قرام الكتاب المقدس إنه الأرض بتصير تأن وقت يكون في قلة عدالة. فالعدالة اليوم هي أمر مطلوب، ولنحقق هيدي العدالة بدنا نكون عم نبشر فيها. ومين أولى من المبشرين والرعاة وطلاب اللاهوت اللي عم تحضروا ليصيروا هن رعاة وكهنة ومرشدين بهالعالم لحتى يكونوا عم بيعملوا هيدا الدور. هيدا موضوع، هلا ما بيقولوا موضوع وجودي، هيدا موضوع وجودي، لأنه هالقد نحن ما كنا أمنا. يعني من نعرف كيف قدس إنه الله تمنى على هالكون وعلى الخليقة حتى نهتم فيها حتى نتمتع فيها، لكن جشعنا وجشع الإنسان وشر الإنسان وصل لهيدي المرحلة الصعبة كتير وعم نشوف صعوبتها. Online campaigns are fantastic ways in the Middle East to engage with churches, but also at the community level, you know, you can do cleanup campaigns and other ways to engage the communities to realize that it's important. From my side, the expectations from the meeting is that the different seminarians and priests that will be coming out of the different schools here will be able to go into the communities, to their churches, and be able to preach. And that's how we get down to the community. يعني نحن شوي شوي عم نخسر قيمة هالخليقة لاهوتيا، في قيمة للخليقة لأنه الإنسان مسؤول عنها عمليا علميا بأفعالنا وتصرفاتنا وسلوكنا. نحن بحاجة إنه نرجع نجدد عن جد تجذرنا بمسؤوليتنا تجاه الكون، تجاه الخليقة. أنا كرجل علم وكرجل مؤمن بشوفها فترة رياضة روحية بنعملها هالفترة هيدي موسم الخليقة، تنرجع نشوف نحن وين أخطأنا تجاه الخليقة ونرجع ناخد التزامات لحتى نحافظ عليها. ونحن عنا دور كتير مهم، وكل واحد ما يقول أنا ما خصني، أنا ما بدي أعمل شيء. لا، كل واحد على جست صغيرة، عمل صغير بنقدر نعمله على المجموعة رح يكون كتير ضخم. وهون دور الكنيسة إجت أخدتها، لأنه الإنسان هلأ بخطر،